ولا غيرة. وهنا التسديدة والتضييع الركلة. يطالب بإخراج الركنية، التوزيع، التعادل لها. لا لا، التعادل لم يأتي لأن الحارس هنالك اسمه علي، ولكن القوة الدفاعية التي يجدها أمام الأسماء، ولكن إلى حارس المرمى يتصدى علي جابر بقوة في صن داونز. كأننا نشاهد في أورلاندو. صغار، ليس كأنهم 11 12 سنة، لا لا، هذا مونديال. بما قاله البلغاريون وبما قاله بنجومهم وأساطيرهم، ومن ينسى والتسديدة تعود، من ينسى الأسماء البلغارية في تاريخ، من ينسى بيرباتوف على أقل تقدير وأقل. الهجمة خطيرة، فرصة فرصة، الله الله. نشوف هنا التصويبة اليسارية مرت وعدت بسلام إلى الفريق السوداني بهزيمة الفريق المغربي. تصويبة وتصدي رائع جدا، تصويبة رائعة وتصدي أروع أروع من جانب حارس المرمى. علي وسام يقول لا في اللقطة الماضية، يقول لا ويتصدى لكرة كانت في منتهى الخطورة. المحاولة، علي وسام يتصدى أيضا مرة أخرى قبل أن تصل، قبل أمامية، محاولة بالرأس تتهيا تتحضر، خطيرة جدا. أوه وسام أيضا، الله على علي وسام، حارس يتصدى لجميع الكرات، كل شيء يتوقف عند حدود قفازي، كل شيء يتوقف عند حدود ذراعي، كل شيء يتوقف عند حدود ننام علي وسام. جانب المدافع تعود مرة أخرى في وسط الملعب، تصويب، الله، تصدي البطولة، تصدي البطولة من جانب حارس المرمى علي وسام. علي وسام في اللقطة الماضية وكأن بوفون وكأن نوير وكأن أوليفر. آخر عشر دقائق على نهاية المباراة، محاولة وتصدي من جانب حارس المرمى، يتصدى حارس المرمى، كرة فيها محاولة، تصويبها بتعدي إلى خارج الملعب. فريق اللبناني خسر البطولة، نعم، خسر التأهل، نعم، خسر الوصول، نعم، ولكن كسب حارس للمستقبل، حارس للمستقبل، الحارس علي وسام. أهم مكتسبات الفريق اللبناني في هذه البطولة تموقعه، تمركزه، ردة فعله، رياكشن، توقيت رائع جدا 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 لكابتن وقائد الفريق اللبناني. يعني لو جمعت من كل فريق، من كل فريق أفضل لاعب أو أفضل عناصر، هنا علي وسام لا غنى عنه في فريق البطولة، لا غنى عنه في فريق البطولة. زرع القمر تلعب الكرة أمامية طويلة وعالية، هنا تتنزل تتحضر تتهيأ تتصوب، الله، ما زالت المحاولة، ما زالت الخطورة، ما زالت الكرة لجزر القمر، تصويبة بتعدي بتعدي بتعدي، عدت يا علي وسام، عدت يا علي وسام، الله على هذا التصدي، الله على هذا التصدي، على هذا محاولة المرور والدوران، ولكن أيضا تغطية، كرة تعود مرة أخرى، هنا المرور يأتي والتصويبة والتصدي، خلاص لا خوف على علي وسام، تصدى ليصعب من هذه الكرات، ليصعب من هذه التصويبات. هنا يطالب من عناصر على من سيحقق جائزة أفضل لاعب. محاولة أمامية خطيرة جدا، تصويبة، التصدي من جانب حارس المرمى، تصدي رائع جدا، خلاص جائزة أفضل حارس بهذه التصديات، بهذه ردات الفعل أصبحت مكشوفة ومعروفة لمن ستذهب جائزة أفضل لاعب في هذه المواجهة. كرة هنا، جائزة أفضل لاعب في المباراة أحمد قطيشات، ما
ممثل كاس تيم في المملكة الأردنية الهاشمية، يقدم جائزة أفضل لاعب لحارس مرمى فريق لبنان علي وسام هنا في هذه اللحظات. أردت أن تجمع أفضل لقطات التصدي لحراس المرمى. هذه أجمل اللقطات، هذه كل اللقطات، هذه جميع التصديات تأتي من علي وسام جابر حتى الآن. علي وسام يستحق الوسام ويستحق كل التحية على كل ما قدمه في الدقائق الماضية. موقع تحدث عن التمركز رائع جدا لهذا الحارس، ردة الفعل الجامب، تحرك على مستوى المرمى.